بالأمس عباد الله كانت ألسنتنا تلهج تباشرا بقدوم شهر رمضان، وما هي إلا لحظات مرت مرور الريح المرسلة، فكأن شيئا لم يكن إذا انقضى. وها نحن اليوم تخنق حلوقنا عبرة فراقه، وتسيل على خدودنا دموع تصرمه، فلله ما أصعب فراق الحبيب، فلله ما أصعب فراق الحبيب، وما أحزن القلب وهو يشعر بضيفه الكريم يوثق ركابه آذنا بالرحيل، آذنا بالرحيل كرها لا حيلة لمحتال في بقائه. أيها المسلمون، لقد عشنا شهرا مباركا مليئا بالسكينة والطمأنينة، شهرا سمت فيه نفوس المؤمنين، سمت فيه نفوس المؤمنين وارتقت بصيامها وصلاتها وتلاوة كتاب ربها إلى معالي الأنس بالله والقرب منه. ما جعلها تتمنى أن لو كانت السنة كلها رمضان. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك.